ستي كانت تقول مع هيام أبو شديد. ظاهرة غريبة لاحظتها بفترة من حياتي، إنه كتار كانوا يسعوا يشتروا مقتنيات معينة على الموضة ومش عايزينها، بس تيكونوا عم يعملوا مثل الأكترية. بذكر بفترة الحرب الاقتصادية بلبنان الوضع صعب والمدخول شحيح، يعني قليل كتير. ابن خالي كان عنده محل أدوات رياضية من أفخم وأغلى الماركات. كنت بزيارة لعنده بالمحل، وإذ بيدخل ثنائي زوج وزوجته لعنده وبيبدو باختيار ملابس رياضية رفيعة المستوى وأحذية رياضية آخر صيحات الموضة وعوينات شمسية من ماركات عالمية وقبعات وجاكيتات وشنط وغيره وغيراته، يعني مجموعة بضاعة بتطلع قيمتها أكتر من 2000 دولار أمريكي بوقتها. قلت بتفكيري اجت رزقة ابن خالي ووجي خيري عليه. وإذ بيفتح دفتر التسجيلات، ما كان وقتها دارج الكمبيوتر، وبيبلش يسجل كل غرض بغرضه، نوعية المنتوج، السعر والمجموع العام، أكتر من 6000 دولار. وتركوا الزبونات مع كيس طويل عريض من البضاعة. سألت باسم ابن خالي كيف طلع المجموع 6000 دولار؟ هيدا مجموع الدين من 3 أشهر لليوم. اف إلهم 3 أشهر عم يشتروا بالدين؟ نعم، كل شهر بغيروا الزي الرياضي والحذاء وكل الأكسسوارات. وليش بالدين؟ قال مش قادرين يتكلفوا، بس مش قادرين كمان يتبهدلوا بين الناس. وجاوبته ما فهمت، مش قادرين ومصرين يشتروا كماليات؟ إنه لو بالدين عم يشتروا حليب للأطفال أو خبز أو أكل أو أدوية أو أي منتوج حياتي بفهم، بس ملابس رياضية كل شهر شغلة غريبة. وإنت ليش بترضى معهم؟ لأنهم جيراني بالبناية من أكتر من 8 سنين وكانت أحوالهم جيدة وتغير الحال معهم. كانوا من أول زبونات إلي وما إلي عين أرفض ياخدوا بالدين. طيب وليش ما بيلبسوا يلي عندهم ياهن؟ لأنه معودين يكونوا على طول لبسين من آخر صيحات الموضة وما بدهن ينبخعوا قدام الناس. ياي شو صعب الواحد يكون عبد لكلام الناس وتحت رحمة الصورة المزيفة يلي اخدينا عنه. معقول يعني الواحد يحط حاله تحت الدين ويربح جميل التاجر لبضاعة غير حياتية، لبضاعة من الكماليات الغير ضرورية، بس تالناس ما تشوفهم لابسين نفس الملابس الرياضية؟ قديش صعب الواحد يترك الأساس والإحساس تيلحق المظاهر والبريق الكاذب. القصة حقيقية وصارت قدام عيوني. وقلت لابن خالي تذكر شو كانت تقول تيتا شريفة؟ بيقلي شو؟ جاوبته على قد بساطك مد جريك، وعلى قد حرامك غطي ايديك، يعني على قد مصرياتك صروف لحاجاتك. كنتوا مع برنامج ستي كانت تقول عبر الشرق الأوسط.